كيف يتعامل لعيبة منتخب مصر مع تتكلم في نقص في الأكسجين، عندك رطوبة عالية جدا، أعتقد خبرات لاعبي منتخب مصر هيكون ليها دور في هذه المباراة. بالطبع يعني المنتخب بتاعنا مش أول مرة يسافر أو أول مرة يلعب في أدغال أفريقيا، تعرضنا للظروف دي كتير جدا، تعرضنا لظروف درجات الحرارة دي كتير جدا، تعرضنا للرطوبة كتير جدا، تعرضنا للضغوط الجماهيرية كتير جدا، وكان منتخب مصر فيه حاضر وكان بيقدر إن هو يتغلب على الظروف دي، وكان بيقدر إن هو يتغلب على التحديات دي ويتخطاها بإذن الله وبفضل الله. بتشوف الأفضل في هذه المباراة منتخب مصر يباغت ولا يكون في تحفظ شوية؟ لا طبعا تحفظ، يعني احنا انت بتتكلم على ترتيب المجموعه، احمد هتلاقي منتخب مصر متصدر المجموعه بتسع نقاط وتحته غينيا بيساو بخمس نقاط، يعني حتى في اضعف الايمان انا مش بقول التعادل، يعني حتى اضعف في اضعف الايمان التعادل هيكون في مصلحتنا احنا، فانا رايي التامين عشان خاطر احنا المنتخب يحافظ على الاداء ما يتعرضش لاخطاء دفاعيه لما ينزل وينتزع المبادره الهجوميه، وان شاء الله يعني الكابتن حسام حسن اكيد قاري المباراه بشكل كويس جدا، دارس الخصم غينيا بيساو بشكل كويس جدا، اكيد مقسم المباراه، اكيد محفظ لعيبته ازاي يتعامل مع المباراه، فان شاء الله يعني تعدي على خير ونكسب الثلاث نقاط باذن الله. ما اعتقدش ان مباراة النهارده اللي خلاص هتنطلق كمان دقيقة او دقيقتين هتكون سهلة على منتخبنا، بتتكلم ان ال 11 لاعب بتوع غينيا بيساو محترفين، ال 11 بالكامل محترفين، المدرب بتاعهم كان شغال في البريمير ليج، درب اندية عديدة في الدوري الانجليزي، له من الخبرات ما يؤهله لبناء فريق قوي، بالاضافة انه توج من قبل بالدوري الانجليزي مع نادي ارسنال كلاعب 97 98 صحيح. فاعتقد ان المباراه مش هتكون سهله خالص على يعني المنتخب. انا لما تيجي تتكلم على منتخب غينيا بيساو معظم اللعيبه اللي فيه محترفه، بس محترفه في دوريات في الدرجه الثانيه، لكن انا خلينا عندهم ليون الفرنسي وعندهم لعيبه بتلعب في، انا هتكلم على اخطر ثلاث لعيبه موجودين في صفوف منتخب غينيا بيساو. لما تيجي تتكلم على اهم لاعب موجود في غينيا بيساو اللي هو ماما بالدي، ماما بالدي ده لاعب ليون الفرنسي، ده من اهم اللعيبه الموجوده في صفوف منتخب غينيا بيساو، ده مسجل لاعب 23 مباراه مع ليون الفرنسي، مسجل هدفين وصانع ثلاث اهداف. اللعيب الثاني برضه لعيب ما يقلش اهميه عن ماما بالدي، الفا سيميدو، ده لعيب محوري في نص الملعب، وده لعيب بيبني عليه المدرب البلان خطته، بيبني عليه خطته في الملعب، ده مسجل لاعب 33 مباراه، قائد فريق الطائي السعودي، يعني لاعب 33 مباراه مسجل هدف وصانع ثلاث اهداف. اللعيب الثاني وهو لعيب صغير صغير السن ولعيب مهاجم، دييجو، ده بيلعب في مسجل 11 هدف، مسجل 11 هدف ولاعب 33 مباراة، ده بيلعب في ميتلاند الدنماركي.